صباح الخير الخوت الخواتات، نتمنى تكونوا كاملين بخير ان شاء الله. مش نوصلوا الفجر، خطا طالت شويه، يلا اذن دابا. المهم نتمنى تكونوا كاملين بخير، تصحرتوا مزيان، يكون كلشي مزيان ان شاء الله، يدوز النهار بخير ان شاء الله. مش نوصلوا دابا ونرجعوا نفيق ان شاء الله، وندوزو النهار بخير وعلى خير. الله، خرجنا من الجامعة الحمد لله، الله يتقبل منا ومنكم. المهم حتى الصباح ان شاء الله نخرجو نخدمو، ومن بعد نشوفو العشية اش نديرو ان شاء الله في الفطور وداكشي الاخر. هذا مكان، صباح الخير امشي الناس. صباح الخير عليكم، انا دابا كاين في الخدمة. صالحين على الوراق المغلوطة. المهم ورا الدور ان شاء الله نطلع للسلام، نشوف نجيب الفطور، داكشي اللي خاصنا الفطور وداكشي اللي خاصنا حتى السحور. نتسناو تبقاو معايا حتى ديك الوقيتة ونمشيو للسلام ان شاء الله. السلام، انا رجعت لكم عاوتاني، غادي دابا للسلام باش نجيب الفطور والسحور اللي خاصني نطيب السحور قبل ورا العصر، ولا جيت مورا التراوح ما هذاش خدنا الوقت وما نقدرش نصاب. هذا مكان نوصلوا السلام ونمشيو للسواق نوريكم الاجواء ديال تما كيفاش غادي. عاود الريح نشوف شويه نقلب كاين البر العجاج القديمه مشوقه مخربق سبحان الله. هذا مكان هذه شي يومي هذه 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 اصلا كاين يوتيوب مالك تخلع يوتيوب مالك تخلع انت راه اصلا عندي راس شي فيديو انا كان شحال اخويا هو 20 درهم هذا 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 ندير على العصر هادشي ان شاء الله. ناخد التمر، خاصني غير التمر اللي ناخدو، داكشي الاخر ايوا هذا ما عرفتش كاين اقسم من هذا والله الا بغيت تدينا باش. السلام عليكم. هذا 400، هذا 600، هذا 700، هذا 800، هذا شحال؟ هذا 700. كيفاش كيلو هذا؟ المهم دابا قادي الطواجين ديال السهر، وهذا البصلو واللحمو سميتو اللعيبات ديالو، نديرو ندير ليه العطريه دابا ندير ليه العطريه
الزبيب غادي نصبو باش يطيب بكري، حيت باش من ملي نجي نتراوح نجي الناس، حيت ما غنقدرش نفيق، بقيت سهران ما غاديش نقدر نخدم النهار الاخر. وده ما كان طويجين ايجي سانك سانك. المهم الخوت، العصير اللي غادي ندير غندير البنان والتفاح الحليب، هذا ماشي اي شهر بعدا، وندير فيه غاني الشكلاط باش يكون داكشي هو هذاك. غادي ندير فيه حتى التمر، شي ربع التمرات بحال هكاك باش يجي حلو هو هذاك. غادي نشدو هذا نحيدو، كيف ما شفتو دابا درت التمر والتفاح والبنان، غنزيد عليهم الربع ديال الحليب وسميتو. ونسدو الطحين، دابا ولا خاطر شويه غنزيدو هذاك دانيت ونزيد الحليب اللي بقى باش يولي داكشي هو هذاك. كما شفتو ولا هكا، ام التمر وداكشي راه تخلط مزيان، صحه وراحه وليت بحال شوميشه. المهم داو وجدنا الفطور، كاين الحريره، كاين المخمار، العيبات، التمر، سلو، الشباكيه. المهم هاد اللعيبات هادو، التبان، العصير، البيض، هذا فطور ديال النهار الاول هذا ديال الزوفري. مره اخرى الله اعلم رجعت معكم عاوتاني. المهم دابا فطرنا بخير الحمد لله، غادي نمشيو نصلو التراويح، والله يقبل منا يا ربي والله يغفر لينا. واحد الحاجه بغيت نقولها لكم، الفطور ما وجدتوش انا كامل، كان شي ناس عطاوني الحريرة والسيد اللي جا فطر معايا جا معا شي حاجة، يعني انا غير السحور والفطور دمني ضربت فيهم تماما، وحسيت بقيمة ملي كتكون بوحدك والفرق بينك ملي كتكون مع عائلتك وبنت ومرتك. يعني دوك الناس اللي كيوجدوا لك فطور كتكون انت ضاربة بالناس وكتجي تفطر كيفيقوك نوض تفطر ولا هادي، في الاخر كتجي تبدا تقول لهم هذه ما عجبتنيش لا هذه ما عجبتنيش. خاصك تجرب باش تعرف قيمتها. واي واحد عنده مرته ولا اختو ولا الوالده ديالو دير شي حوايج في بلاصتو يفرحها له، غير بكلمه زوينه اللي واخا تكفر غير شويه ديال المعاناه ديال الوالده ديالك ولا ديك المراه ديالك في الكوزينة. يعني راه فاش كتبقى المرأة 4 سوايع ولا 5 سوايع كطيب، تخيل غير الحريرة راه كدي ساعة ونص وأكثر، وهي تقعد فيها وهادي وهادي، وتقعد لك المخمار، تقعد لك مسمان. يعني راه كيف داكشي مشقة. الله يسمح لينا من الوالدين هادشي اللي باكين. نمشيو دابا نصلي التراويح إن شاء الله ونخرجوا، والله يقبل الجميع يا ربي. هذا مسلم الخولاني رحمه الله، هذا الرجل من كبار العباد، من كبار الزهاد، من كبار العلماء، كان من اشد الناس محاسبه لنفسه، كان يحاسب مجلسه، فقلنا هذا الرجل كان يحاسب نفسه حسابا شديدا، فكان يقبل على عمل فإذا رأى من نفسه الظهور ورأى أن نفسه تحدثه بما قدمت وبما فعلت يقول لها أيتها النفس استيقظي، فوالله ما أزال بك حتى أرى الكلب منك لا مني. ثم يقول أو يظن أصحاب محمد
الله عنه وصلى الله عليه وسلم. قدمنا الطاقة الرضا طبعا لأنه الدين فقط وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم الأول. أفيظن أصحاب محمد أنهم سيستأثرون به دوننا؟ والله لنزاحمنهم عليه حتى يعلموا أنه خلف وراءهم رجالا. اسمع الهمة، قال لي واش أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كيظنوا أنهم فقط ليجتمعوا برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والله لنزاحمنهم عليه، يعني تحت رشد طريقه وغد نفسه العبادات اللي كانوا بيتنفسوا بها حتى يعلموا أنه خلف وراءهم رجالا. من هذه الكلمة كما ذكرت لكم أيها الأحباب الكرام هي التوجيه لنفسي أولا ثم لإخواني المباركين ولأخواتي الكريمات، والغرض هو التعاون والتناصر. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أيها الأحباب الكرام سأرجو الطول تعلق بالنظام العام للمسجد. النظام العام للمسجد كما تعلمون هو من الدين، هذا يسمى بيت الله، بمعنى ماشي بيت ديال اي واحد، ماشي البيت ديال الامام ولا ديال الجمعيه ولا ديال، انما نحن كلنا خدمة لهذا البيت، كل يخدم هذا البيت من جانبه، لكن البيت هو بيت الله، وان المساجد لله، فلا تدعو مع الله احدا. الحمد لله يلا خرجنا دابا من الجامع، الله يتقبل لينا ولكم يا ربي هذا النهار صلاة وصياما. المهم هذا كان هو النهار ديالي معكم في هذا هو النهار في رمضان. الحمد لله واحد حاجة عجبتني في هذا رمضان، كتلقى شحال من راجل ومرته وولادو كاملين كيجيو يصلوا التراويح، يعني في هذا رمضان بنادم كيري شحال من حاجة كتكون في المشي حتى الليل، وكيرجع الحاجة للجميع إن شاء الله. الله يسر الجميع ويغفر الجميع بعد الجميع يا ربي، وتهلاو في راسكم. ونتمنى أن هذا الفيديو يعجبكم، ونتمنى ديتو واخا غير شي إفادة ولا جوج. هذا ما كان، تهلاو في راسكم، ما تنسوش أمر لاشين، تهلاو في راسكم.